سحر محمد حقيقة أم افتراء؟ السحر ما هو؟ وما هي مدلولاته وتأثيره على الشخص المصاب به؟ ماذا يقول الطب النفسي عن السحر؟ هل سحر محمد رسول الإسلام؟ ماذا تقول كتب السيرة وماذا يقول البخاري عن سحر محمد؟ أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع، تابعونا في حلقة خاصة يوم الاثنين 18 أغسطس على قناة الكرمة الساعة 6 مساء حول سحر محمد حقيقة أم افتراء.